secondary structure of protein. Secondary structure is a local regularly occurring structure in protein and is mainly formed through hydrogen bond between backbone atoms. Primary secondary structure يقصد بالترتيب الثانوي أو الشكل الثانوي يحدد تكوين الأسرة الهيدروجينية. الباك بوند يقصد بالتركيب الأصلي للبروتين، والهيدروجين بوند اللي يتكون بين أمينو أسيد تو أمينو أسيد أو أذر أمينو أسيد. There are two major type of stable secondary structure, alpha helix and beta sheets. Alpha helix and beta sheets are preferably located at the core of the protein, whereas loops prefer to reside in outer region. يقصد بأنه عندنا شكلين للسكندري ستراكشر اللي هو الالفا هيليكس والبيتا شيت. الالفا هيليكس يقصد به الشكل الحلزوني، والبيتا شيت يقصد به شكل التشينكو او الالواح المطويه صعود ونزول. موقع الالفا هيليكس يكون دائما بالكور اوف the protein، في طبعا في يحب يكون داخل التركيب او داخل الخليه، بينما اللوب يكون دائما وجوده خارج outer region، في الموقع الخارجي، في الموقع الخارجي وليس الداخلي من شكل البروتين. Amino acids vary in their ability to form the various secondary structure elements. Proline and glycine are sometimes known as the helix breakers because they disrupt the regularity of the alpha helix or helical backbone conformation. However, both have unusual conformational ability and are commonly found in charts. الأمينو أسيد يقصد به أنه كل أمينو أسيد يختلف عن الأمينو أسيد الثاني. عندنا نوعين من الأحماض الأمينية المهمين اللي لازم نتطرق لهم، اللي هم البرولين والجلايسين، يسموهم بالهيليكس بريكرز اللي هو محطمين الشكل الهيليكس. طبعا سببها انه تسوي ديسربت تمزق للشكل الالفا هيليكس، يعني التكوين مال الباك بون او الهيليكس باك بون كونفورميشن، هذا التكوين راح يتمزق نتيجه تكوين البرولين او وجود البرولين والجلايسين. في بالنسبه لي التيرم طبعا يكون ريدلي طبعا نادر وجوده البرولين او الجلايسين في يعني الموجودات طبعا كثير في التيرم في هو اللثه اللي يقولون، لان هو يعملون هذول هو اصلا شغلهم يسوون لفات، لذلك في التيرنز يكون موجودين طبعا هذا الشكل يعني البرولين والجلايسين، لكن اذا كانوا موجودين البرولين والجلايسين في الالفا هيليكس راح يسوون هيليكس بريكرز. باي كونتراست ذا لارج اروماتيك سايدو
tryptophan, tyrosine, vinylalanine prefer to adopt beta strand conformation. طبعا دني المركبات الاحماض الامينيه الاروماتيه اللي هي التايروسين والفينال الينين والتريبتوفان، هذول موجودين بكثره في البيتا ستراند كونفورميشن. اذا البرولين والجلاسين موجودين في التارنز، واذا موجودين في الالفا هيليكس راح يسوون هيليكس بريكرز، نتيجة انهم راح يسوون disrupt the repository of alpha helix backbone conformation. ايضا راح بالنسبة للأحماض الأمينية اللي هي التريبتوفان، التيروسين، الفينالالين موجودين بكثرة في البيتا ستران conformation. زين اذا عندي اذا انا اذا عندي في التريبتوفان في الحلقي، طبعا يفضلون في يعني قصدي في البروتين راح يفضلون انه بريفير في البيتا شيء، لكن ما موجودين او ما يفضلون يكونون في الالفا هيليكس او التار. خلوا بالكم عندنا البرولين والجلايسين موجودين، اذا موجودين في الالفا هيليكس راح يسوي disrupt للالفا هيليكس، راح يسوي هيليكس بريكرز. اما بالنسبه لوجودهم في التيرنز طبعا يفضل وجودهم في التيرنز. التريبتوفان، التيروسين، الفينال الينين لا يفضلون موجود او يكونون في البيتا ستراند. لذلك الشكل البيتا ستراند او الشكل البروتيني بياخذ شكل البيتا ستراند بسبب وجود التريبتوفان والتيروسين والفينال الينين. ناخذ هسه الالفا هيليكس. The alpha helix is right. طبعا هذا الالفا هيليكس المختصر لكتابة الالفا. رمز الالفا هيليكس is right-handed coiled or spiral conformation in which every backbone NH group donates hydrogen bond to the backbone CO group of the amino acid for residue earlier. يقصد به انه شكل السبايرال او شكل السبرينج المطوي بشكل مغزلي طبعا يكون دائما بشكل الهاند رايت هاندد اليد اليمنى، الليفت هاندد تكون عادة ريرلي طبعا كلش نادر الوجود مالتها. يعني هذا التركيب دائما يكون موجود بتوفر باليد اليمنى، والشكل المغزلي ياخذه حركة الأصابع هذه والتدوية. لكن الليفت رايت هاندد طبعا يكون ريلي نادر الحدوث او نادر التواجد. زين نجي هنا بالنسبه للعصره الهيدروجينيه الهيدروجين بوند كل بين السي او والان اتش، يعني كل اربع احماض امينيه راح تصير بيناتهم ارتباطات هيدروجينيه، راح تصير اتش بوند بيناتهم كل اربعه يسجلون كل اربعه يصير بيناتهم شنو يصير بيناتهم اتش بوند. اما بالنسبه طبعا ذا رايت هاند هاندد الفا هيليكس از وان اوف ذا موست كومن، طبعا هو شائع بالسكندري ستراكشر، بينما الليفت هاندد الفا هيليكس هو ريلي فاوند ان نيتشر في الالفا هيليكس. زين نجي على ماشي هنا اوكي نكمل الالفا هيليكس. ان ذا الفا هيليكس ذا بوليبتايد تشين از كويل تايتلي ان ذا فاشن اوف سبرينج، طبعا ياخذ شكل السبرينج. ذا الباك بوند اللي هو هذا مكانه
الباكبون اوف ذا بيبتايد للبيبتيد او للبروتين فورم يكون الداخلي الجزء الداخلي هو الكويل، بينما السايد تشين اللي هي الار طبعا هذا الار مالتنا الباك بوينت يقصد بها الاحماض الامينيه مالتنا. اما بالنسبه لل الاكستند اوتر فروم ذا كويل تكون دائما الار اللي هي تكون خارج او تاخذ الجزء الخارجي اللي هي سايد تشين. طبعا هاي الضباط الخضر هي الار اللي تكون دائما تفضل ان تكون خارج الباك بوند اوف الفا هيليكس. The helix is stabilized by hydrogen bond. اذا هو التركيب السبرينج يكون دائما هذا الشكل الحلقي او العفو الشكل السبرينج يكون الاستقرارية مالته جاية من وراء الأواصر الهيدروجينية. إذا السكندري فقط يحتوي على هيدروجين بوند، خلوا ببالكم مو أي آصرة، بس الآصرة الهيدروجينية اللي تسبب استقرارية المن للبروتين. The NH of one amino acid and the CO on the fourth amino acid. إذا تحصل بين من وبين من الهيدروجين بوند، تحصل الهيدروجين بوند بين ال N H اللي هي الأمينو الأمايد جروب في الأمينو أسيد الأول، ونحسب الرابع أمينو أسيد في ال CO اللي ترتبط وتكون عصرة هيدروجينية. إذا العصرة الهيدروجينية تصير بين من وبين من؟ بين الحامض الأميني الأول للـ NH مالته مع الحامض الأميني الرابع الـ CO مالته. كذلك الـ One Turn الاستدارة، كل الاستدارة من الشكل الحلزوني، كل استدارة من هاي الاستدارات للحلزون هو نحسب له 3.6 بالعشرة من الأحماض الأمينية. يعني قبل ما نكمل الرابع هو يستدير أو يلتف. إذا كل لفة هو عبارة عن 3.6 بالعشرة، هاي اللفة 3.6 بالعشرة، هاي اللفة 3.6 بالعشرة. الأمينو أسيد بروبيسيتيز different amino acid sequences have different properties for forming alpha helical structure. الميول الأحماض الأمينية كل حامض أميني يختلف عن الآخر، بمعنى إنه هذه الأحماض الأمينية إيش قد تقدر تعمل لي ألفا هيليكس لولا. مثلاً عندنا الميثيونين الألينين اليوسين in charge glutamate، طبعاً بالخصوص ال in charge مو charge in charge glutamate and the lysine كلها هذه all have high helix forming، كلها بتكون لي helix alpha helix. Proposities whereas proline and glycine have، بينما دول اللي هم البرولين والجلايسين have poor طبعا فقيرات في تكوين الهيليكس فورمينج بروبوسيتيز. ليش؟ لأنه تسوي لي كسرة أو طعجة في الشكل الألفا هيليكس. البرولين either breaks يكسر لي الألفا هيليكس، طبعا البرولين رح يسوي لي كسر للألفا هيليكس ويطعجها كثير، طبعا هو طبعا سيء يأثر على شكل الألفا هيليكس. it cannot donate، السبب يعود إلى أنه ما يعطي الأمايد هيدروجين بوند، لأنه ما يمتلك having no amide hydrogen، لأنه ما يمتلك amide hydrogen. إذن فإذا وبالتالي فهو ما يعمل H bond. زين. And also because it's السبب الآخر إنه السايد تشين الآر مالته interferes تتداخل وتسوي strictly يعني
تنافر او يعني شو مثل يقولون، لانه شكلها كبير كبير، راح تسوي عمليه طرد لبقيه الار او تنافر لبقيه الار الموجوده في الباك بون للاحماض الامينيه اوف ذا بروسيدنج تيرن، وبالتالي راح تسوي لي لفه في داخل الالفا هيليكس. بمعنى انه شنو، لو كان الالفا هيليكس على شكل لاينر، على شكل لاينر يعني بشكل مستقيم، فراح يسوي لي او يعمل لي زاويه تقدر ب 30 في او طعجه او بينج او انحناء في شكل الالفا هيليكس. لارج نمبرز اوف تشارج امينو اسيد، اذا الاحماض الامينيه المشحونه فور اكزامبل الجلوتامات، طبعا الجلوتامات احنا فوق عندنا الان تشارج، الغير مشحون يكون بريفلي بالالفا هيليكس، لكن بالان تشارج جلوتامات الاسبارتيت الهيستيدين اللايسين الارجينين، هذول كلهم ديسبارت راح يسووا لي تمزق للالفا هيليكس. الامينو اسيد وذ بالكي سايد تشين such as tryptophan can interfere with formation alpha helix if they presented in large number. الأحماض الأمينية قلنا المشحونة راح الجلوتامات كذا راح تسوي يكون كلهم طبعا مشحونات تعمل تكسير للألفا هيليكس، إذا الألفا هيليكس اللي من نوع الإن تشارج راح يكون هو المفضل مثلا بالنسبة للجلوتاميت. فإذا المفضل للألفا هيليكس هو الإن تشارج جلوتاميت، خلوها ببالكم طلاب. البيتا شيت، the beta sheet also beta plated sheet is less common than the alpha helix. الشكل الآخر للسكندر structure of protein هو البيتا شيت. البيتا شيت ممكن أن تسمى أيضا بالبيتا بليتد شيت، هو أقل شائع من الألفا هيليكس، طبعا مو يعني مو مثلها شائعة. البيتا شيت consist of beta strands، تتكون من بيتا شريط بيتا connected literally by at least two or three backbone hydrogen bonds forming generally twisted plated sheet. يعني البيتا شيت تتكون من شريط البيتا ستراند، تكون جنب بعضها على الأقل متكونة من شريطين أو ثلاث أشرطة حتى تكون لي عصرة هيدروجينية. البيتا ستراند is a stretch of polypeptide chain typically 3 to 10 amino acids long with backbone in almost fully extended conformation. بمعنى انه ترتيب البيتا ستراند راح تكون جنب الى جنب لتكوين البوليبيبتايد، فكل بوليبيبتايد بتكون من 3 الى 4 3 الى 10 حامض اميني مفتوحات ومنشورات نشر، طبعا مو ملفوفات مثل الالفا هيليكس. The majority of beta strands are arranged adjacent to other strands and form an extensive hydrogen bond network with their neighbors in which the NH groups in the backbones of one strand establish hydrogen bonds with the CO groups in the backbone of the adjacent strands. يقصد بي انه راح نقول انه البيتا سترانات راح تكون مفتوحة ومرتبة بشكل جيد طبعا راح نشوف الار يعني موجودة
في طبعا وحده مقابل الاخرى حتى تكون لي الهيدروجين بوند، بمعنى انه البيتا ستراند للشريط الاول راح يرتبط مع النايبرز ستراند بيتا ستراند، الشريط الاخر او المجاور. يعني هذا عندنا هنا، هذا شريط وهذا شريط طبعا، وهذا شريط وهذا شريط، هذه كل وحده بوليبيبتايد متكونه من 3 إلى 10 احماض امينيه. كل شريط يقترب من الشريط الاخر ويرتبط معه بآصره اتش بوند. طبعا عندنا اذا فولي اكستندد، طبعا هاي الاشرطه مفتوحه سكسيسيف سايد تشين بوينت ستريت اب ذن ستريت داون. ها عندما نفتح الاشرطه هذه راح نشوف الار مره تكون فوق ومره تكون تحت، مره تكون اب مره تكون داون، اب داون وهكذا. هنا انا اب داون اب داون اب داون وهكذا. عند فتح الشريط اكستند بيتا ستراند راح نشوف انه السايد تشين راح تكون مره تكون اب مره تكون داون. البارل اند انتي بارل بيتا شيت، هنا انا موجود عندنا نوعين من البيتا شيت، البارل اللي تكون متوازيه والانتي بارل تكون ضد التوازي. بمعنى انه انا شنو عندي بوليبيبتايد تشين راح تكون مشابهه في التوجه، طبعا سيم دايركشن الها او تمتلك same direction، بمعنى انه انا اذا بديت بN terminal تنتهي بC terminal، ايضا هذا الكوبي ستراند راح يكون N terminal الى C terminal، يعني الN مقابل الN والC مقابل C، فاذا راح يكون same direction. اما بالantiparallel راح يكون opposite direction، يعني عكس الاتجاه، بمعنى انه انا اذا بديت بالامين وانتهيت بالمجموعه الكربوكسيليه راح يكون مقابل المجموعه الكربوكسيليه هو امين وينتهي بالمجموعه الكربوكسيليه. اذا امين هنا كربوكسيل وهنا كربوكسيل هنا امين. فالانتيبارال هو اتجاهه يكون عكس opposite direction للستراند الاخر.